بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناتي طالبات مدرسة المجتمع الثانوية الخاصة، أهلا ومرحبا بكم. نستكمل معا دروس مادة الفيزياء للصف الحادي عشر. معكم معلمة المادة الأستاذة مها. قبل ما نبدأ هنشوف رؤية المدرسة. رؤية المدرسة: إعداد فتيات متعلمات قادرات على بناء مجتمع واعي متحضر، محافظا على أخلاقه وقيمه، ومستخدما للتكنولوجيا الحديثة. رسالة المدرسة: تهيئة بيئة تربوية وتعليمية للوصول للريادة والإبداع عبر التعلم والقيم، استخدام التكنولوجيا الحديثة وبشكل مناسب وفعال. 3. تنمية الطالبات علميا بدنيا وجدانيا تربويا. قيمة الشهر يا بنات: المشاركة. المشاركة عملية مهمة للتعلم، وهي شرط أساسي من شروط النمو والتطور. قيمة الأسبوع: الأمانة. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. درس اليوم يا بنات بيتكلم عن القصور الذاتي. ايه هي اهداف الدرس؟ في نهاية الدرس ينبغي ان تكون الطالبة قادرة على: 1. تعرف القصور الذاتي تعريفا صحيحا. 2. تذكر العلاقة بين القصور الذاتي لجسم وكتلته. 3. تعدد امثلة على القصور الذاتي. 4. توضح ماهية تأثير قوى الطردة المركزية. تعدد أمثلة حياتية على تأثير قوى الطردة المركزية. القصور الذاتي: القصور الذاتي هو ميل الجسم لمقاومة أي تغير في حركته، يعني خاصية احتفاظ الجسم بحالته. زي ما بقول الساكن ساكن والمتحرك متحرك. أنا ساكن، أنا بحافظ على حالة السكون اللي أنا عليها. أنا متحرك، أنا بحافظ على حالة الحركة اللي أنا عليها. يبقى مين اللي بيقول لي كده؟ برافو عليكم. القانون الاولاني: الساكن ساكن والمتحرك متحرك في خط مستقيم وبسرعه ايه؟ ثابته. فاذا كان الجسم ساكنا فانه يميل الى ان يبقى كذلك، واذا كان الجسم متحركا بسرعه متجهه ثابته فانه يميل الى ان يستمر في نفس اتجاه حركته وبالسرعه نفسها. اي ان الجسم قاصر على تغيير حالته، هو قاصر ما يقدرش يغير من حالته، عشان كده بنسميه خاصيه القصور الذاتي. ملاحظات: غالبا ما يسمى القانون الأول لنيوتن قانون القصور الذاتي. يعبر القصور الذاتي عن كتلة الجسم، كلما ازدادت كتلة الجسم ازداد قصوره الذاتي. يعني ايه العامل اللي بيأثر في القصور الذاتي؟ الكتلة. كل ما كتلة الجسم زادت كل ما القصور الذاتي بيزيد. العلاقة برافو طردية. كلما قلت كتلة الجسم هتقل خاصية القصور الذاتي. فالجسم اللي بتبلغ كتلته 2 كيلو جرام لديه، هو هيقارن بين 1 كيلو جرام، يبقى لديه مثلي القصور الذاتي لجسم اخر كتلته 1 كيلو جرام. هنا الكتله زادت للضعف، يبقى القصور الذاتي هيزيد للضعف. مين اللي يمتلك خاصيه قصور ذاتي اكبر، السياره ولا الكره؟ طبعا السياره، يعني سهل عليا ان انا اوقف الكره، صعب عليا ان انا اوقف السياره. ليه؟ لان الكره كتلتها مالها صغيره. فالقصور الذاتي للسياره اكبر من الكره لان كتله السياره اكبر. ملاحظات: حجم الجسم لا يؤثر في قصوره الذاتي لان الكتله وحدها هي التي تمنح هذا الجسم قصور الذاتي. رغيف العيش اما اجي ابص عليه هلاقي ان الحجم بتاعه اكبر من قطعة الطابوق. الطابوق يا بنات اللي هي الحجر اللي بنبني بيه البيت، عشان بنات سألوا لي يعني ايه طابوق. طيب هنا الحجم بتاع رغيف العيش اكبر، ومع ذلك القصور الذاتي للطابوق اكبر من القصور الذاتي لرغيف الخبز. ليه؟ لان كتلة قطعة الطابوق اكبر. كلما كان القصور الذاتي للجسم اكبر بات من الصعب ان نبدا حركته او نوقفها. يعني انا عايزه اتعرف الجسم دوت قصور الذاتي اكبر ولا اقل، اشوف انا لو قدرت احركه بسهوله يبقى القصور الذاتي بتاعه اقل وبالتالي كتلته اقل،
لو ما قدرتش احركه بسهوله يعني بصعوبه، يبقى اكيد القصور الذاتي بتاعه اكبر وكتلته اكبر. امثله حياتيه على القصور الذاتي: اندفاع الركاب للامام عند توقف السياره فجاه. ايه السبب؟ لما احنا نبقى راكبين السياره وهي متحركه، اول ما السياره تبتدي تهدي من السرعه بتاعتها تقف، الاقي نفسنا وايه اندفعنا للامام، لان انا مكتسبه نفس سرعه السياره، بحاول احافظ على حاله الحركه اللي انا عليها فبندفع للامام. اندفاع الركاب الى الخلف عند تحرك السياره فجاه، نفس الشيء الركاب وهي قاعده هي مكتسبه حاله السكون، اول ما السياره تتحرك بحاول احافظ على حاله السكون فبندفع لمين؟ للخلف. عدم استهلاك صواريخ الفضاء وقود عقب خروجها من الجاذبية الأرضية. طبعا هناك محصلة القوة بتساوي صفر، فالمتحرك هيبقى متحركا، مش محتاج مني لا قوة تدفعني للأمام ولا حاجة، أنا هفضل متحرك بسرعة بسرعة منتظمة ما لم تؤثر عليا قوة خارجية. طيب القوة الطاردة المركزية ليست قوة، هل يمكن أن تصف ما تشعر به عندما تركب سيارة تدور في دوار؟ تعال نشوف. أول حاجة أنا بشعر كما لو أن هناك قوة تدفع جسمك للخارج بعيد عن الدوار. كلنا أول ما بنيجي نلف في الدوار في قوة بتدفع الجسم بتاعي للخارج بعيد عن الدوار. طيب وبشعر تاني بإن في قوة من الجانب السيارة بتدفع جسمي عشان للداخل في اتجاه مركز الدوار، وكلما زادت سرعة السيارة ازداد احساسك بانك تدفع للخارج بعيدا عن الدوار. دول الثلاث حاجات اللي احنا بنشعر بيهم. اول مرة انا بيتهيألي ان انا او ببتدي اشعر ان جسمي بيدفعني بعيد عن الدوار، بعد كده جانب السيارة بيدفعني اتجاه مركز الدوار، كلما زادت سرعة السيارة في الدوار زادت إحساسك بإنك بتدفع للخارج بعيد عن الدوار. تعال نفسر الكلام ده. شعورك بالاندفاع للخارج سببه القصور الذاتي لجسمك اللي بيحاول إن أنت تمشي في خط مستقيم. أنا عندي قصور ذاتي فبالتالي بدل ما ألف في دايرة لا أنا عايز أمشي في خط مستقيم، فعشان كده بندفع إلى خارج الدوار. طيب الشعور التاني، السيارة بتدور رغم عنك فبتديك قوة بتخليك تخش داخل مركز أو نحو مركز الدوران. هذه القوة اللي هي قوة الجاذبية المركزية سببها إيه؟ احتكاك إطار السيارة مع الطريق، ودي بنسميها قوة الجاذبية المركزية أو القوة المركزية. يؤثر جسمك برد فعل على جوانب السيارة للخارج في الاتجاه المعاكس، وده اللي احنا بنسميه قوة الطاردة المركزية. قوة الطاردة المركزية هي في الواقع نتيجة لقانون الأول لنيوتن اللي هو القصور الذاتي، هي اللي رغمتك أنا السيارة هي بترغمني إن أنا أمشي في حركة دائرية، لا أنا عايز أمشي في خط مستقيم. شوف الأسئلة، طلع سؤال رقم 4 صفحة 55 في الكتاب المدرسي. إحدى الخدع الشائعة في الفيزياء هو ملء دلو صغير جدا بالماء وتحريكه في مسار دائري بعد تعلقه بطرف الحبل. لا يتسرب الماء عندما يدور الدلو في مستوى أفقي، اشرحي سبب بقاء الماء في الدلو. تعال نبص كده، دي تجربة موجودة على اليوتيوب لو حد عايز يشوفها. الدلو اما ابتدي احرك الدلو في مستوى أفقي حتى المية المفروض انها تنسكب، لا مش بتنسكب. ليه يا بنات؟ قال لي لما بيدور الدلو في حركة دائرية فإن الماء بداخله يتأثر بقوة مركزية نحو مركز الدوران، ولكن بيندفع للخارج. ليه؟ عشان القصور الذاتي اللي هي قوة الطاردة المركزية. طبعا هنا عندي قوة جاذبة مركزية وقوة طاردة مركزية، الاتنين متساويين في المقدار، مضادتين في الاتجاه، ده يسبب توازن الماء وبقائه في الدلو. حصيلة القوة بتاعتي بتساوي كام؟ صفر. سؤال رقم 5 صفحة 86 في الكتاب المدرسي. أي من هذه الأجسام له قصور ذاتي أكبر؟ أما أدور على القصور الذاتي أدور اللي كتلته أكبر، مفيش حاجة بتأثر في القصور الذاتي غير الكتلة.
برافو عليك. كرة السلة اللي كتلتها 625، مش ببص على السرعة يا مسماء خالص، أنا ببص على الكتلة. ليه؟ لأن هو ده اللي بيأثر في القصور الذاتي. سؤال رقم 6 صفحة 86، بينما تسبح في الفضاء الخارجي قمت برمي كرة، هرمي كرة في الفضاء الخارجي، محصلة القوة؟ برافو، تساوي صفر. إذا الكرة دي هتفضل مالها؟ هتستمر بسرعة ثابتة واتجاه ثابت إلى الأبد، إلى أن تتعرض لقوات ما. والله وقت ما حد هيأثر عليها بقوة يغير من سرعتها، يغير من اتجاهها، لكن هي محصلة القوة عليها في الخارج هتساوي صفر، وبالتالي هتفضل متحركة بسرعة ثابتة واتجاه ثابت. سؤال رقم 18 صفحة 89، بيقول لي هل القصور الذاتي خاصية الكتلة أم الوزن؟ اشرح إجابتك. أنا سامع الإجابة. القصور الذاتي خاصية الكتلة، فكلما ازدادت الكتلة ازداد القصور الذاتي، والعكس صحيح. أمال الوزن يا بنات بيعتمد على مين؟ على قوة الجاذبية للكوكب. سؤال رقم 19 صفحة 89، كيف يمكن معرفة القصور الذاتي الأكبر؟ عندي كتابين موضوعين على الطاولة دون أن ترفعهما، عشان ما تقوليش أن أنا هرفعهم. عن طريق محاولة تحريك كل منهم بدفعه بنفس قوة الدفع. الكتاب اللي هيتحرك بتسارع أقل يكون قصوره الذاتي إيه؟ أكبر. يبقى اللي كتلته أكبر هيتسارع إيه؟ أقل. أما اللي كتلته أقل هيتسارع أكبر. هو هنا عايز مني الكتاب الأكبر في الكتلة، يبقى هدور مين اللي هيتسارع أقل، يبقى هو اللي أكبر في الكتلة. طبعا يا بنات القصور الذاتي سهل، في أمثلة كتير حياتية. إن شاء الله كده يبقى إيه الدرس الأولاني خلص، هنبدأ الدرس التاني بكرة بإذن الله، القانون التاني لنيوتن. تمنياتي لك بالنجاح. شكرا على حسن الاستماع.